الخير. اليوم انا مروقه ما ادري ايش سالفتي. هاي شوفوا صف الباب واجينهم. صباح الخير. معلومه عني، انا اموت على شيء اسمه شاورما، خصوصا شاورما بلس. هذه سالفه لحالها. اتوقع كلكم اللي جربتوا شاورما اللي عند شاورما بلس وقد ايش هي كذا مع الثوم والصوصات اللي فيها والغويص. مين باقي ما جرب الكساديه الجديده حقتهم اللي مع التشيز وكذا والصوصات؟ متخصص الحين اوريكم اياها. تموت، تجيكم كذا صاج واتوقع ثوم، بعدين مخلل، بعدين دجاج، يحطون الجبن فوقه، بعدين يسخنونه. شوفوا الانهيار، انا هذه عادي اعيش معها طول حياتي. طب هي تقطع كذا تماتك من نفسها وفيها حساسات، هي من نفسها تحس اذا الدجاج مستوي ولا لا. يعني ما في اي احد يمسكها لا ولا شيء. لا من نفسها صراحه، اي تموت. كسادي يمديكم تاخذونها بالصوص اللي انت تحبونه، تحبون ثوم، تحبون ثوم حار، دبس رمان، طحينيه، انتوا تختارون اللي يسوونها لكم. بوريكم الحين كيف طريقتها. كسادي يمديكم تاخذونها بالصوص اللي انت تحبونه، تحبون ثوم حار، دبس رمان، طحينيه، انتوا تختارون اللي يسوونها لكم. بوريكم الحين كيف طريقتها. كسادي يمديكم تاخذون شوفوا هذه الصوصات، انتوا تختارون الصوص اللي انتوا تحبونه، زي ما قلت لكم ثوم او ثوم حار، دبس رمان، تبون طحينيه. طبعا هذا اخترته وش ما بتاكلينه هذا؟ هذا ثوم حار؟ اي ما بتاكلينه. يو عاد انا اموت على شيء اسمه سبايسي. لا مالي دخل، هلا تبعي انا. عادي انا دام شاورما بلس اكلهم كلهم ما عندي مشكله، احب كل الصوصات العين. الحين يبدا يحط الدجاج، شوف كيف الدجاج محمر ما شاء الله. بعدين يحطون دجاج من قلب. اي مو ريحه، مو نتفتل بعد. طيبين يحطون ريحة دجاج، هذا اللي يحفزني. يحطون ريحة دجاج، ما يحطون دجاج. إيه يحطون بطاطس. إيه كل كل. يقول لك شاورما، وين الشاورما في الموضوع؟ الحين التشيز هذا الشيء الأساسي. ما شاء الله. شوفوا كيف تموت. تعليق كل الشوق اليوم. أنا اللي حضر المباراة. لا لا إيه أنا عادي. أنا أحب مباراة شاورما ما أقول شيء. تأكل لك المايك. شوف التشيز. بنات وشباب شوفوا أنا عجبتني النظافة في هذا المكان. إيه ما شاء الله حتى قبل شوي رجع مسح فوقها. جد صراحة. أنتوا تعرفوني دائما أنا أتكلم عن النظافة. أحلى شيء أملك لكم نظيف. يلا الحين يبدأ يسخنها. جعل ما يتسخن غيرك. لحظة. هذه درس سمبوسة رمضان. اي والله. ايش رايك؟ هذه تكفيني عادي. جاب درس سمبوسة 30 يوم اكلها. اجيب لهم للبيت زي كذا وامشي بدل السمبوسة. انا عاد ما ادري مشكلة 30 يوم اكلها كذا ورا بعض. شوفوا تشيز. يلا الحين بجرب اول واحدة. انت بتجربين عني، انا ما اقدر اجرب. اي اختلاف ثقافات. انا اموت على الشاورما. عادي صورك. عادي كسادي. اي عادي. يلا هاي الصوص. طبعا هي غنية عن التعريف بس ابغى رايك. جد جد انت بس شوفي شايفين؟ انا هذا المنظر يموتني. بنات تصيح مرة تموت. شوفوا كيف كذا تجيكم في بوكس. مرة ميتة على عدساتي، بنزل لكم فيديو لها بدون فلتر. تموت من انستازيا اسمها أي سينمون. هذه النظر طبعا. اتوقع عندي كثير بنات يحبون الباليتات اللي فيها الوان،
تحب تلعب بالآي شادو كذا بالألوان الجليترات المات هذه الشيدز والدمج والأشياء اللي تحب هالأشياء. أنستازيا نزلوا بهالجديد مو طبيعي اللي تحب تخبص كذا بالألوان وتدمج يعني الرسامين ترى بتعجبهم هذه الأشياء. اصبروا فجأة نورة الكذبة رصت لي شيء تقول لي عشانك مهمة بس وصلك. اللي ما يدري وش السالفة، نورة جبران صاحبتي هي مدربة في الثقة في النفس وكمان مدربة في التفوق الدراسي، قد أعطتني هذا الكورس. نورة حاليا مسوية ورشة عمل حقت مكعب روبيك. ليش اسم هذا الشيء؟ لأنه بحركة بسيطة انتو بس تدورون او تسوون تعملون لين يتساوى كله، هذه هي السالفة. بهذه الدورة راح تتعلمون كيف تتخطون آلام الماضي، كيف تتحررون منها، كيف تواجهون المشاعر السلبية، الأشياء اللي صارت لكم قبل في الماضي وأشياء سلبية، أشياء تحفزكم. كل هذه الأشياء راح تكون إن شاء الله يوم السبت الجاي 23 مارش بس للبنات، ورسومها 120 ريال فقط. وكمان لو في شيء أنت تبين تحققينه بس أنت مو عارفة شلون، احضر الدورة راح تعطيك طرق كثير. طبعا الدورة مو بس تحضرونها كذا، لا عليها شهادة كمان، وزي ما قلت لكم 120 ترى المقاعد محدودة، فلو تبون تحجزون بحط لكم الرقم. بيت كل شيء موجود عندهم، يوصل لكل دول الخليج، وحاليا عندهم عروض الصيف والربيع، فخلنا ندخل الابلكيشن اوريكم اياه. وعلى فكره شيء ثاني، ترى كل يوم يحطون 200 قطعه جديده كل يوم. وكل شيء كود الخصم شوك 15 عشان يخصم لكم 15% زياده. والحين خلنا اوريكم الاقسام والاشياء اللي عندهم. وكل شيء كود الخصم شوك 15 عشان يخصم لكم 15% زياده. والحين خلنا اوريكم الاقسام والاشياء اللي عندهم. وكل شيء كود الخصم شوك 15 عشان يخصم لكم 15% زيادة. والحين خلنا اوريكم تيشرتات عندهم حق تكرف وحق كل يوم، اللي قشي مليون تيشرت شوفوا زي هذا، مرة جميل الحركة اللي فيه وترند، اتوقع انه كذا كتف وكتف 39 ريال بس. شوفوا يموتون تيشرتاتهم، هذا يجنن، احب كذا حركات بركات. البنات اللي ستايلهم كذا بعد موجود عندهم، شوفوا عليه خصم. ايش كمان تيشرتاتهم تموت والله صدق، يعني تغسلونها ما تخرب، بس اهم شيء اقروا الكومنت على القطعه، لازم تقروا يعني زي هذه تدخلون هنا، اكيد هنا بتلاقون كومنت واشياء، هنا اقروا الكومنت عرفتوا شلون عشان تتاكدون المقاسات شيء. شوف البلايز بعد، البلايز عندهم او ماي جاد، شوف يموتون. تذكرون القمصان اللي كذا اللي عندي اللي تجي شفافة تموت، موجودة عندهم مرة باللبس تهبل، خصوصا لو لبسوها كذا مع بنطلون او شي تطلع تموت. شوفوا هذا يجنن، حبيته.
أدري أمدح القميص ولا أمدح الجميلة؟ مرة جميلة ما شاء الله. أدري أمدح القميص ولا أمدح الجميلة؟ مرة جميلة ما شاء الله. فساتين عندهم مو طبيعي قد إيش جميلة. تبين شي المناسبات، تبين شي يومي، شي عملي، شي للبحر، شي تريندي، كل شي موجود عندهم. وهذه الفساتين للبيت، عرفتوا شلون؟ ما جاك الجنز أو شي تطلع تموت. وهذه الفساتين للبيت، عرفتوا شلون؟ ما جاك الجنز أو شي تطلع تموت. وهذه الفساتين ترون فستاني البنفسجي من هذا، شوفوا موجود شيئين، هذا هو اي موت في الطبيعة، مرة حبيتها. موجود عندي، اصبروا وينه، خاف اوريكم الحاسة، اصبروا. تشوفون ذاك البنفسجي، هذا هو، سعره 79 ريال، قد صويت في جلسة تصوير، مرة حلو. تشوفوا هذا الفستان يجنن، مرة حبيته، سعره 42 بس، يموت مرة حلو. تشوفوا هذا الفستان يجنن، مرة حبيته، سعره 42 بس، يموت مرة حلو. تشوفوا هذا الفستان. نشوف بعد الشوزات اللي عندهم، شوزاتهم مرة جميلة، أتوقع هذا زي اللي عندي، بس شوفوا هذا مرة حلو. نشوف بعد الشوزات اللي عندهم، شوزاتهم مرة جميلة، أتوقع هذا زي اللي عندي، بس شوفوا هذا مرة حلو. نشوف بعد الشوزات اللي عندهم، هذه البلايز اللي تجي ثقيلة اللي عندهم، شوف هذا يموت. عندي هذا الفسفوري موجود عندي هنا، لونه حلو، حبيته. جاكيتات عندهم كمان نفس الشيء، يفتح النفس، شوفوا عندهم بلطو كذا، جاكيتات رسمية. ها هذا حلو، حبيت، أحب اللي كذا لونه بعد مرة حلو. طيب فستاني اللي متوا عليه هذا هو، تذكرون؟ بنزل لكم صورته، مرة حبيته، بحط لكم حتى رابطه. طيب فستاني اللي متوا عليه هذا هو، تذكرون؟ بنزل لكم صورته، مرة حبيته، بحط لكم حتى رابطه. طيب فستاني اللي أكثر شيء حبيته وصدق صدق عجبني في شيئين، إن مسوين قسم كامل للمقاسات الكبيرة، يعني أنت لو مقاسك كبير وما تلقين القطع اللي أنت في بالك راح تلقينها هنا من إلى. أكثر شيء حبيته وصدق صدق عجبني في شيئين، إن مسوين قسم كامل للمقاسات الكبيرة، يعني أنت لو مقاسك كبير وما تلقين القطع اللي أنت في بالك راح تلقينها هنا من إلى. أكثر شيء حبيته وصدق صدق عجبني في شيئين، إن مسوين قسم كامل للمقاسات الكبيرة، يعني أنت لو مقاسك كبير وما تلقين القطع اللي أنت في بالك راح تلقينها هنا من إلى. أكثر شيء حبيته وصدق قسم المنزل عندهم يموت، شوفوا هنا المفروشات يبكون، شوفوا هذا، آخ أنا أموت 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 على مفارشهم. شوفوا هذا الأطفال يحبون السبيس زي كذا، خلو أوريكم اللي يحبون الأشياء الفريش زي كذا، هذا يفتح النفس والورد، مرة مرة أغراضهم حلو أقول لكم. شوفوا الكوشنز اللي عندهم يصيحون يا رب ألقى شيء لغرفتي، شوفوا هذا لوف ب8 ريال، تخيلوا غطا كذا ب8 ريال. فلو أنتم مثلا صالتكم كبيرة وخايفة إن تاخذين يعني مكان ثاني يطلع سعر مرة كثير، خلاص خذي من هنا. شوفوا الله، اللي عندها غرفة ميك اب هذه بتطلع تجنن. المجالس، هنشوف غرف الأطفال تطلع جميلة، هذه حلوة ترى، لو عندكم كذا كنبة سادة وتاخذون أشكال زي كذا بتطلع تجنن. شوفوا هذه الأغلفة حقت الأثاث المفروشات اللي على الغسالة، الثلاجات، هذه حقت الموية، الكراسي كيوت، شوفوا حلو، حبيت حبيت، باخذ واحد مرة كيوت لطيف.
هذه مرة ضرورية إذا عندكم أطفال وفي طاولات زي كذا، والأطفال يعني فيهم ما شاء الله فرط حركة، يبيلكم هذول عشان لا يضربون في زاوية أو شيء ويروحون فيها. هذه مرة ضرورية إذا عندكم أطفال وفي طاولات زي كذا، والأطفال يعني فيهم ما شاء الله فرط حركة، يبيلكم هذول عشان لا يضربون في زاوية أو شيء ويروحون فيها. هذه عندهم هذه الأغلفة حقت الشنط، أحيانا في المطار يعني تتمخش الشنط فضروري أحس. عندهم هذه الأغلفة حقت الشنط، أحيانا في المطار يعني تتمخش الشنط فضروري أحس. عندهم هذه الأغلفة حقت الشنط، أحيانا في المطار يعني تتمخش الشنط فضروري أحس. عندهم هذه الأغلفة، هذه الأشياء حقت الستاير موجودة عندهم. أنا غرفتي ستيل فهذه بتنفع لي. خل أخذ ثنتين. شوفوا كمان اللي يبون ستاير يبون هذه الأشياء اللي تقفلها. مرة والله مرة أحب الأبليكيشن حقهم، يفتح النفس. شوفوا كيوت، حبيت. يلا بدل ما تحطون على وصلاتكم مناكير خذوا لكم كذا واحدة كيوت بسبع ريال بعد عشان تعرفون شاحنكم. كيوت حبيت. يلا بدل ما تحطون على وصلاتكم مناكير خذوا لكم كذا واحدة كيوت بسبع ريال بعد عشان تعرفون شاحنكم. كيوت حبيت. يلا بدل ما تجيبون أشياء مطبخ من مواعين من ديكورات، هذه الأشياء شوفوا موجودة عندهم كل شيء. هذه بعترض مرة تطلع حلوة بالمطابخ. أشياء التخزين تخلط كل شيء، كل شيء موجود. جوي، هذه جوي أنا مالي خلق، فهذه مرة تنفع لو هنا تحطون فصفص وهنا ترمونه، يعني عرفت شلون؟ مرة حبيتها. جوي عندهم قسم رجال وقسم أطفال، خلوا أوريكم هنا أغلب الأشياء حق الرجال، بجايم، تيشرتات، شورتات. عندهم قسم رجال وقسم أطفال، خلوا أوريكم هنا أغلب الأشياء حق الرجال، بجايم، تيشرتات، شورتات. عندهم قسم رجال وقسم أطفال، خلوا أوريكم هنا أغلب الأشياء. الآن قسم الأطفال أحلى وأحلى، هذا يمكن أحلى شيء وريتكم إياه لين الحين. شوفوا كايوت، كايوت. شوفوا 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 الكشخة، أنتوا شايفين شلون؟ وهذا البوس. أوريكم كيف تطلبون، تحطون الأغراض بالسلة بعدين تاخذون على السلة إتمام الشراء. أوريكم كيف تطلبون، تحطون الأغراض بالسلة بعدين تاخذون على السلة إتمام الشراء. أوريكم كيف تطلبون، تحطون الأغراض بالسلة بعدين تاخذون على السلة إتمام الشراء. أوريكم كيف تطلبون، هنا عندكم رمز القسيمة تدخلون وتكتبون، صبر خلاه أكتبه، شوك 15، تحطون التطبيق. بس والله خلصنا الإعلان الجميل، وعلى فكرة شيئين اللي ما جربه لازم تجربونه على الأقل، لو تطلبون قطعة واحدة كتجربة بعدين راح تدمنونه صدقوني. بس والله خلصنا الإعلان الجميل، وعلى فكرة شيئين اللي ما جربه لازم تجربونه على الأقل، لو تطلبون قطعة واحدة كتجربة بعدين راح تدمنونه صدقوني. بس خلاص نعتمد كلمة كايوت، أي شيء كيوت كذا بنقول كايوت. خلاص نعتمد. طلبنا شاورما بلس الكسادية والعربي، طلبنا شاورما بلس الكسادية والعربي. ايش رايك كلاف بالكسادية؟ مرة حلو صح؟ انا امت عليها خصوصا كذا الصوص اللي فيها والجبنة. ايش رايك كلاف؟ جايز عشان لا تصيح أمل، خلاص كلمة كايوت حقتها، دوروا لنا كذا كلمة نصير نقولها دايم. جايز عشان لا تصيح أمل، خلاص كلمة كايوت حقتها، دوروا لنا كذا كلمة. كرات نفسها المسكينة، بس لا والله ما تقومين أحبها. كرات كثير بيطقطقون، بس الناس اللي ينامون بكل مكان يبغى لكم واحدة زي هذه، تخيلوا بس كذا تنامون كذا. او ماي جاد بصير موت هذه. تخيلوا تفتحونها، طبعا هي كذا تنفتح، هي كذا اتوقع زي كذا وين كان اي، اذا ما خاب ظني تفتحونها كذا، هنا في مكان ينفتح منه. اصبر بحاول
دقيقة. هي تجي زي كذا، هنا تحطين يدينكم وهنا تسدحين راسك في ديتس. طيب بس نسيت وين كان المكان. طبعا انتو تنفخونها بنفسكم وتتقفل، وحتى ما تحتاج هواء كثير، يعني شيء مره بسيط. اصبروا الحين يعني بفشها واوريكم. قفلتها صارت هالكبر، تصير مره صعيله اذا خلاص يعني قفلتوها. بعدين تبون ترجعون تنفخونها، بس تفتحونها من هنا كذا، تعبونها هواء وخلاص. حتى ما تحتاج هواء كثير، يعني مره حبيت هالمطار. لو انتم اعرف ناس يسافرون يعني رحلات 12 ساعه 17 ساعه، يعني حتى لو رحله 5 ساعات تحتاجون شيء زي كذا اكيد. حلوه يعني للمطار، يعني ترانزيت وزي كذا مره بتنفعكم. فيا هاي جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طبعا غاطة شوي، صدق والله تعبانة، اليوم كنت في المستشفى. ف يا كان اليوم مفروض اروح تخرج صاحبتي ود، بس ما اقدر، لو رحت بتعب زيادة فجلست. لو غيرت الاضاءة حقت غرفتي كلها شوفوا كيف فرقت. صدق احيانا الانارة نفسها هي اللي تفرق، يعني حطيت انارة فنادق لون اصفر مرة أحلى، الأبيض مرة شين كذا، الغرفة طلعت تموت صراحة. اللون الأصفر لأن ترى الرينج لايت كل هاد الأشياء الميك اب كل شيء يصورونه بلون أصفر. الأصفر يحلي، يفتح النفس كذا، عكس الأبيض. الأبيض يبشع صراحة، هذا أول شيء. ثاني شيء النقطة اللي هنا يبينها، فأحسن خذ اللون الأصفر حق فنادق. أحيانا يكون غالي شوي، بس حاولوا يعني تدورون مكان يبيع بسعر يعني معقول. مرة أحلى أحلى صراحة. يعني تكفون أشبه مين أنا وذا الشعر؟ يعني تكفون أشبه مين أنا وذا الشعر؟ يعني تكفون. هاي سناب، صباح الخير، كيفكم؟ شخباركم؟ خميس. هاي سناب، صباح الخير، كيفكم؟ شخباركم؟ خميس. هاي ماخذة ميك ابي، هذي بالفراولة بالسيارة بتجهز. يلا ما عليه. هو ماخذة ميك ابي، هذي بالفراولة بالسيارة بتجهز. يلا ما عليه. هو ماخذة ميك اب. الحين رايحة مكان صدق مرة بتحبونه، واتوقع اذا عندي امهات مني من هناك بيموتون عليه، لانه اثاث. وهذا مفضل للأثاث، لأن صدق أنا شفتوا كنبات اللي بغرفتي ما أخذتها منهم، سبحان الله. والحين صار وقت إني أشتغل معهم. طبعا شكرا ماما، ماخذين الوالدة تختار أثاث للبيت. بوريكم شو بناخذ. أنا بعد بكمل غرفتي صراحة منهم، بتشوفون الحين قد إيش يعني هو كذا انهيار. معرض الأثاث الرهيب ميداس، يمكن هذا أحلى محل أثاث تلقونه في حياتكم. بوريكم الحين من داخل، شيء مو طبيعي. شوفوا قد ايش معرض كبير، معرض الاثاث الرهيب ميداس، يمكن هذا احلى محل اثاث تلقونه في حياتكم. بوريكم الحين من داخل، شيء مو طبيعي. شوفوا قد ايش معرض كبير، ما شاء الله، يعني اثاث ميداس ما يحتاج لكلام. انتوا بس شوفوا كذا، ما شاء الله يفتح النفس، ما شاء الله. يعني شوفوا زي هذا الطقم الريموت، شوفوا زي شوفوا هذا سرير نوم عندكم. هذه الجلسة اللي عندهم ماستر روم وتكون كبيرة، حلو كذا تحطون لكم جلسة فيها. شوفوا هذا سرير نوم عندكم. هذه الجلسة اللي عندهم ماستر روم وتكون كبيرة، حلو كذا تحطون لكم جلسة فيها. شوفوا هذا سرير نوم عندكم. هذه الجلسة اللي عندهم ماستر روم وتكون كبيرة، حلو كذا تحطون لكم جلسة فيها. شوفوا شوفوا هذا الطقم مرة حلو مع الكوشنز، وكيف مرتبينه مع الاكسسوارات، موت أثاثهم. شوفوا إذا محتاجين طاولات طعام، كمان عندهم طاولات طعام كثيرة بأشكال كثيرة وألوان كمان. شوفوا هذه كيوت،
طبعا فرو شايفين فيها جولد مرة جميلة. شوفوا هذه كيوت. طبعا فرو شايفين فيها جولد مرة جميلة. شوفوا. طيب الحين معي مها في معرض ميداس. بس بسألك قد ايش مساحة المعرض؟ لانه ما شاء الله مرة كبير تدخلوا هنا تتيهون. اهلا وسهلا. مساحة المعرض عندنا 17,000 متر مربع. أكبر معرض الرياض، أكبر معرض في الشرق الأوسط للأثاث. بالإضافة إلى عندنا معرض الجدة والخبر وقطر والكويت. حلو. وين ما كنتوا في ميداس؟ شوفوا هذه الغرفة عندهم، هذه مرة مميزة عندهم صدق، مرة جميلة. شوفوا تموت، يجي فيها زي كذا على فوق، حلوة. يعني لو عندكم كذا غرفة تحسون يعني صغيرة بس انتو تبون شيء يعطيكم كذا منظر تاخذونه وتحطون مثلا هنا كذا روحة تطلع مرة حلوة. مين يحبون الألوان؟ يلا هذا للي ذوقهم كذا ألوان وفرفشة وأشياء. أنا كذا ذوقي أحب الألوان. مين يحب هذه الغرفة بعد اللي عندهم ماستر روم، يمديكم كده تحطون جلسة مرة تعطي جو حلو، أو تاخذون كده سرير الحالة بعد يفتح النفس. شوفوا هذه الغرفة بعد اللي عندهم ماستر روم، يمديكم كده تحطون جلسة مرة تعطي جو حلو، أو تاخذون كده سرير الحالة بعد يفتح النفس. شوفوا هذا، واللي يحبون هذه الألوان بعد عندكم هذا الطقم حلو كذا، تضيفون له كوشنز وطاولات يطلع مرة فخم. واللي يحبون هذه الألوان بعد عندكم هذا الطقم حلو كذا، تضيفون له كوشنز وطاولات يطلع مرة فخم. واللي طيب مها ما شاء الله، أنا جالسة أشوف كثير جلسات وكثير غرف نوم، عددي لي إياهم كم واحدة عندكم؟ طبعا عندنا 189 طقم جلوس ما شاء الله، و 130 غرفة نوم، و66 غرفة طعام ما شاء الله تبارك الله. يعني انتم بتجون هنا يبغى لكم اكثر من يوم، مستحيل تخلصونه بيوم واحد لانه بعد في دور فوق زيادة. صدق ودي اقول لامي ناخذ هذا المجلس بس ادري بتذبحني، بس شوفي يموت مرة. هذا اللي صار عندي بيت تلاقونه كله كذا وردي. صدق ودي اقول لامي ناخذ هذا المجلس بس ادري بتذبحني، بس شوفي يموت مرة. هذا اللي صار عندي بيت تلاقونه كله كذا وردي. صدق الاكسسوارات عند ميداس، انتوا تعالوا يعني صدق انا ما ادري الحين انعمي من الاثاث ولا من الاكسسوارات ولا من الكوشنز. شوفوا هذا، يعني عموما عندهم كل شيء كذا يناسب كل الاذواق، يعني انتوا بس اختاروا الكنب ونسقوا مع الكوشنز. انا عن نفسي احيانا اخذ شيء ساده والعب بالكوشنز، يعني شوفوا الالوان الاقمشه، شوفوا اشياء رهيبه. هذه تموت زي اللي عندي، شوفوا يصيحون. شوفوا اللي تحب أشياء زي كذا، هذا يموت، يجيكم كذا فرو في جليتر. خل أوريكم اللي هنا بعد. شوفوا هذه تصيح مرة حلوة. هذول حلوين للمجالس، يطلعون مرة فخمين. يعني عموما عندهم أشياء غرف نوم، عندهم أشياء مجالس، يعني أنت تعالي ونسقي. هذول على فكرة الأكسسوارات اللي عندهم كلها جاية من أوروبا، كلها كذا جاي من أوروبا. ويلي موتون، شوفوا تبون خضار تبون تحف أشياء كل شيء موجود. على فكرة الأكسسوارات شوفوا حبيت مرة، اللي يحبون أشياء كذا فينتج وأشياء زي كذا بتعجبكم. شوفوا حبيت مرة، اللي يحبون أشياء كذا فينتج وأشياء زي كذا بتعجبكم. شوفوا أعرف كثير يحبون يجمعون كذا صحون وأشياء. شوفوا تموت أغراضهم يا ما شاء الله. طبعا قسم اكسسوارات كامل متكامل الحالة، دا يبغى له بعد اليوم يوم كذا كامل الحالة. حتى شوفوا عندهم قسم ورد كامل، خلو اوريكم. شوفوا جون هنا تنسقون ورد، شايفين يحب الورد اللي عندهم. الحين بنطلع القسم اللي فوق، هو باقي يعني فوق المودرن الامريكي الكلاسيك. انا هناك اموت، انا غرفتي مودرن فبيعجبني اللي فوق. الحين بنطلع القسم اللي فوق، هو باقي يعني فوق المودرن الامريكي الكلاسيك.
أنا هناك أموت، أنا غرفتي مودرن فبيعجبني اللي فوق. الحين كرون القطعة اللي بغرفتي اللي زي كذا بس أنا تيفاني موجود عندهم، لونها وردي أحلى من اللون اللي طالع بسناب، مرة تموت. كرون القطعة اللي عندهم مجالس كبيرة ودايمًا يعني عزايم عزايم وضيوف كثار، هذا بيصلح لكم حتى كذا ألوانه تفتح النفس صدق. اللي عندهم كذا أنا أخذ درس إني ما أستعجل وأروح أي محل وأخذ، صدق ليتني ما أخذك غرفتي من ميداس. شوف السرير، والله صارت تجيني أفكار أغير صراحة سرير غرفتي، يجنن فخم مرة. هذه الغرفة أول ما شفتها قلت كوين على طول، شوفوا صدق ملكية. هذه الغرفة أول ما شفتها قلت كوين على طول، شوفوا صدق ملكية. هذه الغرفة، شوفوا هذه الغرفة تفتح النفس. اللي أمها ما تتحمل جيبوها كذا أسبوع عشان تقعد صدق تروق عليهم. شوفوا هذه الغرفة تفتح النفس. اللي أمها ما تتحمل جيبوها كذا أسبوع عشان تقعد صدق تروق عليهم. شوفوا هذه الغرفة تفتح النفس. اللي أمها ما تتحمل جيبوها كذا أسبوع عشان تقعد صدق تروق عليهم. شوفوا اللي مودهم غير شوي، شوفوا مين مودها كذا. أعرف كثير ناس يحبون اللوح والألوان وكذا الأشياء الكريزي، مرة بتعجبكم. قلت لكم ميداس عندهم جميع الأذواق. شوفوا هذا الكنب، يقولون لي دكتورة خلود أخذته وحطته عند المسبح، مرة حلو مرة حلو إنه يكون كذا عند المسبح. لو عندكم يعني كذا مسبح بالحوش أو شيء تبون جلسة، مرة بيطلع حلو. إن شاء الله لونه كذا مزهزه. شوفوا هذه، أنا مودي كذا مود ناعم كلاسيك مودرن، مرة يعجبني هذا كذا ألوان. شوفوا هذه، وهذا من التشكيلة الجديدة عندهم، حلو كمان ألوان. وهذا من التشكيلة الجديدة عندهم، حلو كمان ألوان. وهذا سلام شي بأمان وسلام. اللي تقول نطلع الدور الثالث، نعم حبيبتي، ما شاء الله ثلاث أدوار ولا في دور رابع بعد؟ خلاص ثلاث الحمد لله، ما شاء الله ما شاء الله كرة كبير. اللي مودهم غوامق أشياء كذا فخامة يعجبكم الدور الثالث، لأنه كذا عبارة بس عن فخامة. اللي مودهم غوامق أشياء كذا فخامة يعجبكم الدور الثالث، لأنه كذا عبارة بس عن فخامة. اللي مودهم، شوفوا غرفة النوم هذه، أعرف كثير ناس كذا ذوقهم خشب وغوامق، مرة حلو كذا فخم مرة، بس أنا مودي ألوان. شفت السرير هذا من كذا من بعيد، أحس غريب مرة. اللي يحبون كذا أشياء دراما هذا بيصلح لكم. شفت السرير، شوفوا هذا بعد، اللي يحبون الألوان الرمادية ويخلطون بالكوشنز بيعجبكم. شوفوا هذا، شوفوا عندكم هذا القسم، هذا كله أمريكي، حتى المنتجات نفسها أمريكية، يعني هنا تلاقون غوامق ما في ألوان، يعني كذا كله أشياء رسمية. شوفوا عندكم هذا القسم، شوفوا هذا تحسون كذا ريف، شوفوا خشب وألوان كذا هادية. شوفوا هذا، ومرة عجبتني حركة الحصان هنا. شوفوا أحيانا إكسسوارات وتحف وأشياء تغير لكم المنظر كليا، فترى مرة ضروري تركزون على هذه الأشياء. شوفوا هذا، لما أقول لكم ستايل جاردن وريف، شوفوا هذا خشب حبيت. وهذا أنا يعجبني اللي كذا مرة كذا نعومة وبساطة، مرة حلو. الحين ندخل قسم الكيدز والتينز. اللي ما عندهم مساحات كثير هذا حلو، شوفوا السرير وفي نفس كذا أدراج وأرفف،
مرة حبيت. مرة حلوين هذول، شوفوا تحطهم كذا جنب السرير، شايفين هناك؟ شوفوا هذه كويس، ميمو وبمي جو معي كان نهار. يبون أشياء جديدة غير عن المعتاد، شوفوا هذا السرير كذا كأنه كوخ، مرة حلو. هذه غرفة البنات صايلات، ودول بش كيوت والله، أحس كذا مشوف أقول لتني صدق بزر. شوفوا هذه، هذه بعد حلوة. هذا كمان كوخ بالسرير لونه بينك، كيوت مرة. الحين قسم كراسي للاسترخاء، شوفوا حنا يعني نص البيت كراسي زي كذا، لأنه صراحة صدق صدق مرة يريحون. شوفوا عندهم كثير أشكال وألوان. هذا كرسي كذا هزات، خلوا أوريكم، عرفت اللي كذا يتحركون، مرة حبيت. شوفوا هذا الكرسي، هذا كرسي المساج، أحيانا بتقولون سعره أوفر، بس صدق لو تاخذونه وعندكم ناس مثلا يحتاجون هذا الشيء مرة بيعجبهم. وعلى فكرة ترى هذا مو زي أي كرسي مساج، لأن المساج اللي فيه هوائي ويعتبر كل الجسم، حتى لو تشوفون هنا تحطون يدينكم يسوي لكم مساج، حتى لما تجون صدق تلمسون شوفوا كله كذا هواء، يعني هنا ما في كرات وأشياء، ف مرة حلو. حتى عندهم قسم مراتب كامل متكامل من شركة راحة وكلاود ناين، طبعا هذه المراتب تجيكم أنواع، فا يا أنا عن نفسي لما أجي أشتري أثاث أشتري أي شيء أحب أكون غير عن الكل، وشيء لما أشتريه ما يقعد معي سنة سنتين 10 سنين، يقعد معي طول العمر ولا يخرب، يكون حتى حقه فيه. وصدق يعني أسعار ميداس على الجودة حقتهم تعتبر شيء مرة رهيب. العوائل الكبيرة شوفوا عندكم هذه طاولة طعام 16 كرسي، تجي معها جلسة زي كذا يعني، بس هذه سعر الحال. الطاولة اللي قبل شوي في منها أصغر، هذول 10 كراسي، هذه كانت 16 كرسي. شوفوا هنا، أنا مت على طاولة الطعام هذه، طبعا هذه جديدة عندهم. شوفوا شوفوا القماش قد إيش فخمة. شوفوا طاولة الطعام هذه مع الغرفة، شوفوا الغرفة اللي يحبون الأشياء كذا الكلاسيك، طبعا هذا اللي جالس أصور لكم الحين قسم الكلاسيك مع هذه الجلسة. شوفوا هذا يفتح النفس، هذا صدق صدق فخم، أنا كذا جوي مرة حلو مع الورد كذا يعطي جو. شوفوا عندكم غرفة النوم هذه، هذه جديدة عندهم. شوفوا هذه المراية الكبيرة، على فكرة تنظرون ترى مرة 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 كبيرة، تخيلوا ناس توي يقولون لي، ناس يجون مخصوص بس عشان هذه المراية مرة كبيرة اللي عندهم يعني مجالس يعني القصور زي كذا، هذه تصلح المدخل تطلع مرة مرة حلوة. على فكرة كل المعرض عليه تخفيض، وأغلب الأشياء اللي وريتكم إياها كان عليها تخفيضات، فتعال المعرض بتلقون اللي يعجبكم، بتلقون الأسعار أصلا اللي تناسبكم. قسم الثريات عند ميداز كمان غير، كل شيء عندهم غير، ما راح تلقونه بأي مكان ثاني. شوفوا هذيك مرة حلوة، وهذه بعد جميلة، أنا تعجبني الأشكال اللي كذا، في عندكم كذا، وفي هذول اللمبات يعني عندهم كل شيء. هنا أدوات الحمام وأنتم بكرامة، عندكم كل شيء من إلى، عندكم هذه التعليقات، عندكم ال هذه الأشعة الحمام، مناشف، كل شيء كل شيء موجود، هذه السلات. شوفوا هذول السلات اللي كذا حقات الحمام وانتو بكرامة، حقات الملابس، مناشف، أشياء الأسنان كذا. أنا كنت مخططة أجي اليوم يعني أصور لكم الأشياء اللي أبغاها زي كذا وأختار بنفس اليوم، بس قررت إني أقسمه على 3 أيام، لأن حلنا تقريبا 3 غرف في البيت عشان أعطي كل غرفة حقها، لأنه ما شاء الله كبير. أي صدق أنا تهت، ماما جت تقول شوفك وينك، صار لي ساعة أدورك وينك. طيب صدق كلمة حق تنقال، أنا لما أروح معرض أو شيء، تذكرون لما جيت أخذت الكنبة حقتي، ترى طول سناب قلت لكم أحب لما أروح مكان يكونون مهتمين، حتى الناس اللي يشتغلون بذمة وضمير، وصدق يحبون شغلهم، يخلون العميل ما يطلع له مستانس، حتى لو ما أخذ شيء يطلع وهو يعني ماخذ أفكار ماخذ أشياء زي كذا. فمرة صدق حبيت، ولما تجون هنا صدقوني ما تروحون أي محل أثاث ثاني، وصدقوني كل البيت إن شاء الله بأثثه من هنا، وبس خلصة بتشوفون وبتنهارون معي. You
القطعة اللي أقول لكم ختم ميداس بس عندهم لون وردي الحين، هذه شوفوا تموت. أنا حطتها عند السرير وأخذت منهم هذه الكنبة مع الكوشنز اللي عليها، مرة 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 حلوين. كيفكم جايز؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير. ادري اليوم كذا مختفيه، حتى امس كنت مختفيه، بس صدق ما ادري ايش سالفه انه التعب، وصدق انا تعبت، مو اتعب كذا، يجيني خمول بشكل مو طبيعي. او ماي جاد، عندي اختبار لحد، فصار لي 3 ايام يمكن اذاكره، لانه صدق ما فيني حل اخلصها بيوم واحد كذا. يجيني خمول بشكل مو طبيعي. او ماي جاد، عندي اختبار لحد، فصار لي 3 ايام يمكن اذاكره، لأن صدق ما فيني حل خلصها بيوم واحد كذا. يجيني خمول بشكل مو طبيعي. او ماي جاد، عندي اختبار لحد، فصار لي 3 ايام يمكن اذاكره، لأن صدق ما فيني حل خلصها بيوم واحد يا بس يلا معلي شوي وبروح للبنات نغير جو، يعني نصور سنابات واشياء. يعني انا ما ادري صراحه، اليوم هو اليوم اللي صدق احتاج فيه البخور، ونوعي المفضل اللي هو عشق بين مجموعه العروس. مخلص تخيلوا من عندي ادوره الا مخلص الشغالة رميتها بموت. يعني لا يغريكم، شوفوا يعني انا قربت اقضي على المجموعة كاملة واطلب لي 2 زيادة. حب كل حب ريحتها مرة مرة جميلة، يعني لو شميتوها بتعجب الناس اللي كذا. حب ريحتها مرة مرة جميلة، يعني لو شميتوها بتعجب الناس اللي كذا. ذوقكم بخور كذا مرة بتعجبكم. بس عموما يعني انها كل المجموعة صدق رهيبة. سوري اللي قبل شوي كان اسمه رومانسية، هذا شوفه بابا طبعا يحب هذا النوع مرة، وهذا حب. ما راح أكثر لأني بجرب كل الأنواع. عموما انا والله صدق صدق يعني هذه المجموعه مره اموت عليها، وصدق احسها تصلح يعني هدايا لعرسان جديد، مره بتعجبهم. حتى الباكجينج حق العلبه نفسها مرتب صدق. اللي اسمه ملكة، هذا أكثر واحد أستهلكه في يوم الجمعة، مع أنه يعني مفروض للناس اللي عندهم ملكة وزي كذا، بس شو سوي أنا بخر غرفتي. المهم صدق المجموعة لو شميتوه تحسون صدق أن هذا للملكة، لو شميتوه صدق صدق بتحسون مرة هذا أحب الغرفة، لأن ريحته كذا تحسون اللي يدخل الغرفة بيحس بفخامة ما أدري شلون. خل اتبخر واقول لكم شوي عن البخور. البخور مرة تصلح للعرسان، واصلا مجموعة اسمها مجموعة العروس، فهي جديدة ومسوينها اصلا للعرايس كهدايا وكذا، بس اللي يحبون الروائح الخفيفة بتعجبكم للبيت، لملابسكم، لشعركم، لنفسكم حتى. وصدق كل واحد له مناسبة وله يعني وقت يمديكم تشغلون البخور فيه، واحلى شيء صدق 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 هذا من التجربة، احلى شيء انها ريحتها تطول. يعني انا لما انظف ملابس امسك كذا المبخرة وادخلها كذا بالدولاب واقفل الباب على الدولاب، ويعني افتح دولاب بعد اسبوع اسبوعين باقي الريحة موجودة في الملابس، يصير اي وقت اخذ اللبس والبسه مبخر جاهز. بعد ما تبخرون شعركم اكيد تحتاجون شيء تعطرون فيه شعركم، فانا بستخدم اوريانا، هذا العطر مرة احب الشعر، ومو بس عطر ترى بعد يفيد شعركم، لانه فيه فيتامين، مو بس فيتامين واحد، هذا ايش الفيتامين اللي مو فيه اصلا، يعني هذا مليان فيتامينات للشعر، وحتى فيه كولاجين. الكولاجين مره شيء رهيب للشعر ورهيب حتى للبشره، فاللي يخافون يحطون عطر على شعرهم هذا مره بيفيدكم، لانه زي ما قلت لكم ينفع الشعر وبنفس الوقت يعطي ريحه حلوه. والناس اللي يعني تحط زيوت واجد على شعرها وحنة واشياء زي كذا تحتاجون شيء يروح ذي الريحه، فضروري هذا يكون عندكم.
أعطيكم شوي معلومات عن عطر أوريانا للشعر. عطر أوريانا فيه كولاجين، فيه فيتامين A، فيتامين B F، يعني كثير 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 فيتامينات فيه، ويعني لما تحطونه ما راح يضر شعركم، بالعكس بيفيده. وريحته مرة لطيفة وخفيفة، وريحته كذا وريحة فواكه، وكل ما خفت زيادة كل ما صارت أحلى. وأحلى شيء إنه مرة يطول على الشعر، وريحته كذا تفوح، فصدق مرة مرة أموت عليه. وصح زي ما قلت لكم، مع الخلطات والزيوت والسشوار والحر وزي كذا والشعر يخرب، فحلو إنكم تعطرون شعركم وتفيدونه. وأحلى شيء كمان إنه مسجل في هيئة الغذاء والدواء، يعني ما يحسس بشرتكم، ما يخرب شعركم، عرفت شلون؟ فمرة صدق أحبه. آخر شيء وأكثر شيء أنا مرة أحبه عند كوزمتيكا، يا أخي هذول الناس صدق رهيبين، كل شيء عندهم، كل شيء جديد كذا يطلعونه ورا بعض أرهب من الثاني. عندكم هذا الشيء الجميل، هذه سنفرة 3 في 1، تخيلوا تشيل جذ ميت وتفتح البشرة وترطبها كلها في منتج واحد، وحتى ما يبغالها وقت، ومرة سهل استخدامها. وشوفوا حجمها، يعني المنتج اللي فيها مرة كثير، يكفيكم لجسمكم ولوجهكم لمدة طويلة. الفكرة تستخدم للوجه وللجسم يعني، وتفتح بشكل صدق 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 من تجربة أنا أشوفها، صرت أستخدمها الركب والأكواح صدق تفتح، بس لازم تستمرون عليها لفترة طويلة عشان تبان النتيجة، وحسيت أن بانت النتيجة معي بعد 3 مرة استخدمتها. خد أوريكم كيف تستخدمونها، بس أول تسوون كذا حبايبي، بعدين تاخذون شوي كذا وتحطونه، بس تبدون تنفرون كذا، بس كذا بدو كذا تنفروا، لا تضغطون مرة لأن ترى السنفر يعني ما راح تستفادون لو ضغطتوا بقوة، بالعكس كذا بتجرحون جلدكم، فأحسن كذا شايفين، بس كذا تحطونها. أنا صراحة لما أحطها أحب أخليها شوي، يعني أخليها كذا 3 دقايق بعدين أشيلها، يعني مثلا أحطها على كل جسمي ويدي ووجهي وزي كذا، بعدين مثلا أبدأ أحط الشامبو، لما أخلص أكون يعني يكون أخذت وقتها. شوفوا هذا، وانا ما رطبت ولا سويت اي شيء، وصدق صار فترة استخدمها. انا يدي مع السفريات والشغل والميك اب صار ما عندي وقت اني يعني اروح اسنفر، بعدين اروح استخدم منتج تفتيح، بعدين اروح استخدم منتج ترطيب، فهذه مرة سهلت علي واعطتني صدق نتيجة. لكم على اكثر الاشياء اللي نحبها عند كوزمتيكا، وعلى فكرة كوزمتيكا مسوين اصلا عروض وخصومات عندهم في الموقع، بس لازم ادلعكم بكود خصم يخصم لكم 15% زيادة، وفوق كذا كمان توصيل مجاني، يعني هذا الخصم بدون خصومات اللي أصلا كوزمتيكا مسوينها. وإيش كمان؟ إيه هو هم أصلا مسوين لكم عرض في عطر الشعر ومجموعة العروس للبخور والسنفرة، حاطين لكم 2 مو بس واحدة، قلت أحط لكم 2 عشان مثلا لو أنتوا تبون لكم واحدة تجربونها وواحدة تعطون هدية، واحدة لك ولأختك، واحدة لك ولأمك، يعني شي زي كذا. ضروري تضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لأن لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام، حتى منتجاتهم الجديدة. ضروري يضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لأن لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام، حتى منتجاتهم الجديدة. ضروري يضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لأن لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام، حتى منتجاتهم الجديدة. ضروري يضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لأن لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام، حتى منتجاتهم الجديدة. ضروري يضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لأن لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام، حتى منتجاتهم الجديدة. ضروري يضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لأن لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام، حتى منتجاتهم الجديدة. ضروري يضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لأن لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام، حتى منتجاتهم الجديدة. ضروري يضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لأن لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام، حتى منتجاتهم الجديدة. ضروري يضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لأن لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام، حتى منتجاتهم الجديدة. ضروري يضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لأن لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام، حتى منتجاتهم الجديدة.
ضروري يضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لان لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام حتى منتجاتهم الجديده. ضروري يضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لان لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام حتى منتجاتهم الجديده. ضروري يضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لان لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام حتى منتجاتهم الجديده. ضروري يضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لان لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام حتى منتجاتهم الجديده. ضروري يضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لان لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام حتى منتجاتهم الجديده. ضروري يضيفون كوزمتيكا على حسابهم انستغرام وسناب شات، لان لما يسوون مسابقات يسوون عروض كلها يحطونها في حسابهم في الانستغرام حتى منتجاتهم الجديده. ضروري يضيفون، اول شيء راح اضغط على الرابط اللي في البايو، هو الرابط حق موقعهم، عشان اوريكم كيف تطلبون من الموقع، اوريكم العروض اللي عندهم منتجات حقتهم، اوريكم وين تحطون كود. اول شيء راح اضغط على الرابط اللي في البايو، هو الرابط حق موقعهم، عشان اوريكم كيف تطلبون من الموقع، اوريكم العروض اللي عندهم منتجات حقتهم، اوريكم وين تحطون كود. اول شيء راح اضغط على الرابط اللي في البايو، هو الرابط حق موقعهم، عشان اوريكم كيف تطلبون من الموقع، اوريكم العروض اللي عندهم منتجات حقتهم، اوريكم وين تحطون كود. اول شيء راح اضغط على الرابط اللي في البايو، هو الرابط حق موقعهم، عشان اوريكم كيف تطلبون من الموقع، اوريكم العروض اللي عندهم منتجات حقتهم، اوريكم وين تحطون كود. اول شيء راح اضغط على الرابط اللي في البايو، هو الرابط حق موقعهم، عشان اوريكم كيف تطلبون من الموقع، اوريكم العروض اللي عندهم منتجات حقتهم، اوريكم وين تحطون كود. اول شيء راح، هذه هي المجموعه حقتي ب 660، تجيكم كل هذه المنتجات. طبعا نشوف ناس بيقولون اوه سعرها اوفر ما ادري شو، بس لو شفتوا حط الشعار سعر الحاله 300 مع الخصم. وعندكم هنا فين البخور، هذه التبييض ب 180 والبخور ب 420، فحلو تاخذون كل هالمنتجات ب 660 بدون كود الخصم، يعني لو حطيتوا كود الخصم راح يخصم لكم زياده. اول شيء نضيفه على السله، بعدين تقدم لتثبيت الطلب. خل اوريكم النت دايم يستلعن علي ما ادري ليش. اول شيء نضيفه على السله، بعدين تقدم لتثبيت الطلب. خل اوريكم النت دايم يستلعن علي ما ادري ليش. اول شيء نضيفه على السله، بعدين تقدم لتثبيت الطلب. خل اوريكم النت دايم يستلعن علي ما ادري ليش. اول شيء نضيفه على السله، بعدين تقدم لتثبيت الطلب. خلو اوريكم النت دايم يستلعن علي ما ادري ليش. اول شيء نضيفه على السله، بعدين راح احط معلوماتي كلها هنا. اخر شيء هنا احط كود الخصم اللي هو شوك 15، هذا هو، احفظ الجوال. راح يخصم لكم 15% زياده. اول كان 660 ومع التوصيل وكذا يعني كان بيصير 700 وشيء، بس الحين صار 579 بس. يعني اول كان 660 ومع التوصيل وكذا يعني كان بيصير 700 وشيء، بس الحين صار 579 بس. يعني اول كان 660 ومع التوصيل وكذا يعني كان بيصير 700 وشيء، بس الحين صار 579 بس. يعني اول كان 660 ومع التوصيل وكذا يعني كان بيصير 700 وشيء، بس الحين صار 579 بس. يعني اول كان 660 ومع التوصيل وكذا يعني كان بيصير 700 وشيء، بس الحين صار 579 بس. يعني اول كان 660. كثير ناس لما يجون يدفعون فيزا او شيء يخافون انه ينسحب عليهم، بس لا، في كوزمتيكا ترى الدفع مره امن، واحلى شيء انه يوصلون لكل مكان، حتى القريات يوصلون لها عادي.
حد لاحظ ان شوك ترى حاطه باروكه؟ ابد مو واضح، شايفين الجذور؟ ابدا ما هو واضح. هذا الناس اللي عندهم فراغات اشياء زي كذا يحتاجون بس شيء يحطونه كذا من فوق تنفع لهم. الحين بحط لكم واحدة للناس اللي اشتاقوا لشعري زمان، شعري الطويل. شوفوا كنت حاطة هذه تجي كذا بس. عرفتوا الناس اللي عندهم فراغات او شيء يحطونها؟ ما شاء الله شوفوا الجذور. وعلى فكرة هذا شعر حقيقي مو يعني صناعي او شيء، مرة حبيته وابدا مو باين. اوكي ليش طحتي؟ هذه للناس اللي وحشهم شعري الطويل. خلاص ها يلا الحين انا ما بطول شعري، لان صدق ترى غبيه انا شعري لما قصيته شفت واحده يعني مشهوره برا قصته بوم لقيتها حاطه باروكه يعني انقهرت. فيعني بدل ما تقصون تتحمسون زيي خلاص خلكم باروكه بالشكل اللي تبونه وارتاحوا. على فكرة انتو تختارون كثافة الشعر اللي تبغونه والطول واللون، هذا كله تختارونه. وحتى عندهم كثير اشكال عندهم، بس لو يعني تبون بس غرة تبون بس نص كذا كلها موجودة. بس بحال انك ما لقيت اللي براسك واللي انت تبينه واللون اللي انت تبينه يمديك انت تسوينه، وبالحالة هذه يوصلكم الباروك يعني من 10 ل20 يوم. البنات كمان اللي جالسين يعني يعالجون شعرهم او ما يبون يستشيرون دايم ما يبون يصبغونه دايم، خلاص خذوا لكم كذا باروكه، لان هي اصلا شعرها طبيعي واصلا يعني في اشكال ابدا ما يبان انك حطتها. وحتى لو تشوفون الجذور هنا مو طبيعي قد ايش ما تبان، زي الباروكه اللي قبل شوي. اللي قبل شوي كانت 10x10 سنتي، بس هم عندهم حتى اطول من هذا الشعر. وكثير انواع عندهم، الكيرلي الويفي ستريت كذا. اخذتهم عند كوين باي. كوين باي موقع عندهم كثير انواع شعر زي ما قلت لكم طبيعي، وعندهم صناعي وعندهم رجال ونساء. للرجال الناس اللي عندهم ثعلبه يعني ما عندهم شعر يكون فيه فراغات اشياء زي كذا، ياخذون اللي يجي نص شعر ينفع لهم. وهذا قسم الباروكات عندهم. هذه الغره والاشياء القصيره يعني زي هذه 12 انش عندكم، هذه شايفين هذا طبيعي. خل أوريكم الأشياء اللي عندهم كمان. خل نشوف هنا، شوفوا شو يمديكم أنتوا تصممون باركتكم. بس خلنا ندخل الباروكات شعر طبيعي. هنا قسم الباروكات، شوفوا في ألوان شايفين، في بوي وفي عندكم الشعر الوسط، عندكم الطويل وعندكم اللي يجي كذا كثيف، يعني هو على حسب اللي أنت تبينه. الله حبيب. شوفوا قسم الرجال، خلوني أوريكم الباروكات. ترى صدق لا تطقطقون، في ناس والله صدق يحتاجون. شايفين زي هذول كثير ترى يحتاجون هذه الأشياء. وبعد ترى في بوريك تجي شعر صناعي مو طبيعي، بوريكم الحين إياها. وبعد شوفوا هذه الباروكات اللي يجي شعر صناعي مو طبيعي، شايفين هذا مرة ودي اخذه عشان اصير ريانا. هو ريانا كذبية بس يعني على الاقل شعر طويل. شوفوا هذه الباروكات اللي يجي شعر صناعي مو طبيعي، شايفين هذا مرة ودي اخذه عشان اصير ريانا. هو ريانا كذبية بس يعني على الاقل شعر طويل. شوفوا هذه الباروكات اللي يجي شعر صناعي مو طبيعي، شايفين هذا مرة ودي اخذه عشان اصير ريانا. هو ريانا كذبية بس يعني على الأقل شعر طويل. شوفوا هذه الباروكات اللي يجي، خلونا ناخذ هذه. أوكي خلنا أوريكم كيف تعطون كود الخصم. طبعا هو دايم يعني أي شيء يسوي الإعلان تأكد أجيب لكم كود خصم أدلعكم فيه. هالمرة كود الخصم يخصم لكم 20%. خلونا نطبق كود الخصم، شوفوا خصم لكم زيادة. خلونا نطبق كود الخصم.
كمان قلت خل أوريكم هنا ترى في قسم اسمه مستلزمات، هذه كل أشياء حكت لبوريك السبراي وهذه الأشياء، يعني في أشياء مخصصة لهم. كمان قلت خل كمان ترى عندهم قسم تخفيضات للنساء والرجال، يعني يعطون عليها تخفيضات وأشياء، وكمان يمديكم تستخدمون كود الخصم على الأشياء المخفضة. كمان ترى على فكرة عندهم دفع عند الاستلام في الإمارات والسعودية والبحرين والأردن بس، وعندهم دفع كمان في كريدت كارد وباي بال، يعني الطريقة اللي تناسبكم. وإيش كمان؟ بحال جاتكم باروكة ما عجبتكم بديكم تبدلونها، عندكم 7 أيام تبدلون فيها وتسترجعون. وإيش كمان؟ لو كنتوا داخل المملكة التوصيل يكون من يوم لين 4 أيام، وإذا كنتوا برا المملكة التوصيل يأخذ من 3 أيام لين 6 أيام. ما لي دخل بالموضوع بس احس اني متوتره، احس كذا متحمسه اشوف نور كذا بس صاروا حركات كانها بنتي بموت. وانا ما لي دخل بالموضوع بس احس اني متوتره، احس كذا متحمسه اشوف نور كذا بس صاروا حركات كانها بنتي بموت. وانا ما لي دخل بالموضوع فجاه نور بدون مقدمات، يلا قوم ارقصوا فتحها فجاه نور بدون طب يلا نوف جتني تقول ابغى اتكلم بشيء بسناب، يلا قولي لهم شكرا شوق عشانك جيتي الدوره، مرة انبسطت انك جيتي الدورة وبس شكرا. انا الحين فوق غيمة خيرو، انا جالسة هنا شوي لأشوف لما كل شوي رايحة جاية تركض فوق تحت يمين يسار كل شيء عشان تصور، يعني واضح انها تحب صدق تحب. صورت لكم سنابة مصورة كواليس وشياء صح؟ صورت عرايس خاصة بعد يلا روح شوفوا. هاي توي راجعة مسحت الميك اب بس باقي يعني بالبشرة. بس قبل كل شيء ثانك يو نورة على الدورة الرهيبة صدق كان شيء بطل، مرة استمتعت. واحلى شيء انه ما كان بس كلام 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 كلام، لا تخيلوا خلتنا نرقص زومبا والله العظيم يعني الزبدة. راح استخدم هذه المشين لتنظيف البشرة من فور يو، مرة مرة حبيتها صدق. شوفوا مرة سعيلة، وتخيلوا هنا فيها نفس كذا شو يسمونها زبده انها زي البلاستيك اتوقع شيء زي كذا، شوفوا زي الشعيرات كذا تنظف البشره من داخل، وهي يعني اوريدي يعني تتحرك شايفين زي كذا الزبده. راح اخذ غسولي من ديرما دكتور بحط شوي منه على الاله. انا خلصت اصلا شفنجة ضغط خلص المسك مويه الزبده، بعدين اشغلها وابدا انظف. شوفوا بس كذا بكل يعني بساطه بس كذا تنظفون. انا احبها مره للسفر لان حجمها مره صغير وصدق صدق تحتاجونها، يعني مره فرق كيف تنظف البشره. الحين اوريكم كيف صدق تشيل الميك اب. واحلى شيء غسول ديرما دكتور يعني مع هذا الجهاز ترى هو اصلا مزيل ميك اب وتونر وبنفس الوقت غسول للبشرة الدهنية، فمرة أحبه. يعني أحيانا صدق أحطه وخلاص أمسح كل الميك اب وكل شيء مرة واحدة. الحين باخذ قطن، على فكرة شوفوا لقيت هذا القطن يجي كذا حبة كبيرة مرة حبيته وسهل علي. تخيل قطنتين خلاص خلص فيها كل وجهي زبدة. الحين باخذ التونر من كلارنس أموت عليه أموت أموت عليه، هو البشرة الدهنية كل شيء بتكلم عنه البشرة الدهنية لأنه بشرتي دهنية. زبدة بعد الغسول ضروري التونر لأنه أحس كذا يعني يرطب البشرة شوي وبنفس الوقت يعقمها الميك اب اللي ما راح يشيله. ضحت لكم على حركة أحس فرقت معي خلوا ليكم. بعدين اقلبها وابدا امسح الرقبه كذا حتى لو ما في ميك اب خلاص بس كذا امسح، لان هذه اتوقع اكثر منطقه تصير غامقه يعني لان نحط عطور ما ادري وشو بعدين من فوق ميك اب بعدين يعني سوالفها. خلاص امسح كذا بس. طيب الحين راح اخذ فيتامين سي للبشره، مره مره حبيتها صدق. انا استخدمت حق ديرما دكتور وخلص علي، فلقيت هذا عندي بالدولاب بحط لكم حق ديرما دكتور.
نعم. سوري جايز ما بدي اصور لكم، بس انه بعد فيتامين سي حطيت اويل، الاويل هذا بالذهب مره حلو للبشره، واتوقع ان زيت لي فيه زيت ورد او شيء زي كذا، مره حبيت البشره، صار لي فتره استخدمه، حتى قبل الميك اب احطه يعطي كذا جلو، وبنفس الوقت الجلو هذا يفيد البشره، فصدق انا مره حابه. وبعدين حطيت كريم مرطب كمان من ديرما دكتور بالفيتامين سي، وعلى فكره فيتامين سي شيء مره مهم للبشره الدهنيه ومره مفيد لانه صدق يعقم البشره. على من حياه ماديه عشتيها طويله، فبالتالي الشعور اقوى. طب نورا شو الحل؟ عندك حلين تواجهي قفل، بس مو تخطيط، لا تخافوا من كلمة تخطط، حياتك مخيفة الكلمة، أنا عارفة، أقول لك تكتبي بس اشتري لحظة بقرار التغيير وما تطبقون، أنت هنا خدمتك نفسك، فإذا أنت ما أنت قادرة على التغيير لا تقولي أنا قدرت أغير من حين السلبية على أحتاج خلصنا الدورة، شكرا لك. كانت مو حلوة اللي بعدها، والله لو اني اكرف واحدة بالحياة وما اكلت تبن نجي يا حبيبي. نورا كذا انا اشوف اقول كل شوي تقهر، ما صبرت معك سنابا، كل شوي تقول نورا قلت طفي شوفي الله يا ربي. والله احس مو جالس يتحقق حلم، بس نورا حتى حلمي حبيبتي انا حبيبتي على راسي والله جيتكم. صباح الخير، شوفوا مين صباح اليوم، كوكي لما تجيب الحوش تنجن، تسمعون تروح مدرستنا، واضح بيتنا مرة قريب. جايز انقهرت، تخيلوا صورت لكم كل الأشياء اللي جيت أخذها، بوم جوالي كنت أصور فيه ما فصلت. المهم ما علينا، جيت نهدي فرع التخصصي لأنه ما شاء الله يفتح النفس دورين حتى بدور واحد. شوفوا ما شاء الله كيف يفتح النفس، مرتب. شوفوا ما شاء الله ترى جيت مخصوص عشان عدسات أنستازيا، ما شاء الله هنا في النهدي كل ألوان موجودة، بوريكم الحين أنا باخذ ألوان كثيرة وبجربها عشان إن شاء الله بكرة عندي تصوير أنا وكوكي، فأبغى عدسات زي لون عيون كوكي بالضبط، فأحسن حال صراحة أنستازيا، وأنتوا عارفين قد إيش أحبها وقد إيش أنا مرة مرتاحة عليها. أنتوا تجون هنا وفي كتالوجات كثير، تجون تختارون اللون اللي تبونه. عندكم الاي فانيليا، عندكم هنا الاي موكا، في الاي سينمون، هذه مرة مت عليها، تخيلوا يمكن عندي 4 منها، عندي نظر عندي مو نظر احتياطا مخليتهم. عندكم هذه أدقة أورا، هي اللي كنت لابستها أمس في دورة نورا جبران، مرة حلو لونها وقد إيش يحلي وطبيعي صدق، وأنا كان عندي النظر لأن أنا عندي ضعف نظر. هذا يمكن أحلى لون بالنسبة لي عند أنستازيا هو الأي سينمون، صبر خلصوا يزوم. أدكت أزور يموت، أي موت. وعندكم الأي سينمون، هذول أكثر لونين أنا مرة أموت عليهم. هذه تقول هذه أقوى شيء وأبرز المبيعات، طبعا أزور هذا نتفق عليها، وبلو بعد حلوة، هذول كلهم أحبهم، مش تصدفة توي أدري. هذه تقول هذه، وأخذت هذا البلوش كمان حسيته حلو، سعره 75. والله صيدلة النهدي تفتح النفس، أحس لما أجي مستحيل أطلع، أنا أوريدي ما أخذ أغراض الدنيا. حتى هنا في قسم فيتامينات وأشياء زي كذا، أخذت الماما وبابا، شوفوا هذا هو حلو، الناس اللي عندهم كوليسترول، عندهم ضغط السكر، يعني عندهم ألم بالمفاصل، يعني الناس الكبار بالعمر مرة بينفع لهم. معلومة عني أنا أموت على شيء اسمه فواكه مجففة، خصوصا المانجا مو طبيعي مرة أحبها. معلومة عني أنا صراحة ما نعطي وجه، كان مفروض عدسة واحدة، عدستين بالكثير، كم واحدة طلعت؟ هذول 4 ولا 5؟ 5.
أنا صراحة ما نعطي وجهكم صديق يستاهلون كل ريال ومرة رهيبين، وأحلى شيء إن تلبسون عدسة يكون حقها فيها والألوان ما تكون يعني تحسون كذا تغير أبو الوجه، بالعكس تحلي. فمرة مرة أحب أنستازيا مع إني عندي كل الألوان، بس رحت بعد أخذت الألوان اللي ما هي عندي. يمديكم تأخذونهم من فروع صيدليات النهدي أو من حساب الإنستغرام بحط لكم الحين، عندهم أرقامهم كلها في البايو. يمديكم تأخذون. جايز كيف عرفت إن العدسات موجودة في صيدليات النهدي؟ خل أقول لكم، كنت أبغى هذه الألوان، كنت أسأل صاحباتي قالوا عادي أي مكان روحي تلاقينها موجودة. لا استب هنا، لا لا no. تأخذونها يا من الأرقام اللي موجودة عندهم في الواتس أو من نقاط البيع اللي هم حاطينها لكم عشان تأكدوا ان هذه عدسات أنستازيا الاصليه. ترى كثير ياخذونها من اماكن ثانيه ويقولون واع مو مريحه، لا خذوها من الاماكن الموثوقه فيها الموثوقه فيهم اللي هم حاطينها في حساباتهم وجربوها وصدق ما راح تندمون، تدعون لي والله. مليون مسيطر على الستور كله، او ماي جاد. تحداكم تلاقون صاحبة زيي جاي ياخذ روجر صديقاتي، جبته مرة واحدة منهم قالوا مرة حلو. تحداكم تلاقون. تخيلوا اليوم كنت عادي وكل شيء والعصر طلعت وكل شيء، بالليل قبل شوي فجأة تخيلوا حرارة تجي وتروح، كل الناس تعبانة يمه، حرارة تجي وتروح تجي وتروح. عاد جيت حطولي تخيلوا مغذي وإبرة الحساسية ذي عن شكلها والله تحرق. هاي جايز كيفكم شخباركم؟ رغم اني بموت تعب اصدق انا مرة تعبانة والحين جلسة اكره نفسي، بس it's okay. يعني حاولت على الاقل اقوم اخذ شاور لان صدق لما تكون تعبانين وكذا بس تجلسون تتعبون زيادة، فاخذت شاور صراحة يعني ارتحت شوي. عاد حسافة اليوم كان عندي تصوير شفتوا امس قلت لكم، بس اني امس تعبت صدق صدق مرة تعبت، فحتى اليوم تخيلوا ما داومت ما قدرت، قمت الصباح راتي يمكن 9:30 تخيلوا، فريحت شوي زي كذا قلت الحين خل احط شوي ميك اب عشان بس كذا يعني عرفتوا اللي يعطي نفسي طاقة شوي، فبحط كذا ميك اب الخفيف حق دايم، لا كونسيلر ولا اي شيء. بنى قلبي يتقطع عيني بفرقة الدمع الزبدة. أخذت هذا البلاشر أمس من ماك اسمه روزي تشيكس، شفت لما ساعد مصورتها مرة حلو كذا يخلي الخدود قلب وش عرفت شلون، رغم انه هنا كذا فاقع شوي بس الخدود مرة حلو. بعدين باخذ تنت من كلارنس، كذا شوي لبيلو، بس ماسكرا، والحين بحط بس ماسكرا هذه من تارت مرة أحبها. بس كذا خلاص خلصت.
يعني أنا كذا صراحة أغير نفسيتي، يعني كذا أصير أوكي. تصدقون أحس قبل أكل فواكه ودي أطلب لي أكل، أحس ماني بماكلة زين كذا ودي أطلب شاورما كذا. تصدقون أحس قبل أكل فواكه ودي أطلب لي أكل، أحس ماني بماكلة زين كذا ودي أطلب شاورما كذا. تصدقون أحس قبل أكل فواكه ودي أطلب لي أكل، أحس ماني بماكلة زين كذا ودي أطلب شاورما كذا. تصدقون أحس سمعت ان عرض التوصيل المجاني في قائمة اسرع شيء ترى مددوه لنهاية الشهر، فيلا قبل ما اكل يعني انا خلصت شوي بس ستيل جوعان ابغى اطلب لي شيء كذا اكله. سمعت ان عرض مقدمات اشتهيت جولدن براون، فشكلي باخذ هذا البوكس العائلي. مقدمات اشتهيت جولدن براون، فشكلي باخذ هذا البوكس العائلي. مقدمات اشتهيت جولدن براون، فشكلي باخذ هذا البوكس العائلي. مقدمات اشتهيت جولدن براون. صار لي 5 دقايق طالبة إلا صار بالطريق، عشان كذا أحب هنجر ستيشن. صار لي 5 دقايق تخيلوا إني طالبة من جوالي هذا جولدن براون، ومن جوالي جالسة أصور فيه طلبت على الخفيف، على الخفيف تخيلوا وصل باقي جولدن براون. يا أخي هنجر ستيشن يا أخي، فوتوا العرض اللي عندهم وأطلبوا لين تقولنا مين لين خلص الشهر، يعني لأن ترى بس هذه الأيام وخلاص. فوتوا العرض اللي عندهم واطلبوا لين تقولنا مين لين خلص الشهر، يعني لان ترى بس هذه الايام وخلاص. فوتوا العرض اللي عندهم واطلبوا لين تقولنا مين لين خلص الشهر، يعني لان ترى بس هذه الايام وخلاص. فوتوا العرض اللي عندهم واطلبوا لين تقولنا مين لين خلص الشهر، يعني لان ترى بس هذه الايام وخلاص. وصل جولدن براون، عشان كذا اموت على هنجر ستيشن. وصل جايز صدق هذا البخور انا بموت عليه، مو طبيعي قد ايش حلو هو. واصل لي من زمان، يمكن صار لي عندي 4 شهور من شهر تقريبا اقل بعد، ادور كذا بالاغراض الجديده اللي عندي ولقيتها. هذا البخور مسك من عليه تاتش، ما شاء الله قد ايش رهيب. عاد انا المسك والورد وهذه الاشياء تجذبني، شوفوا انا احب البخور اللي يجي زي كذا، يعني تحسون انه صدق مشرب كذا بعطور، ومره مره يفتح النفس وريحته كذا خفيفه مسك، عرفتوا شلون؟ انا مره احبه صراحه، بخر فيه ملابسي، بخر فيه شعري، بخر فيه غرفتي، مره رهيب. احلى شيء انه حبه واحده زي كذا تكفي، بس انا حاطه 2 لاني ببخر الغرفه والصاله، فحبه واحده تكفي وتطول صدق. احلى شيء انه حبه واحده كذا، انا مره حبه اتخيل الحبه هذه باقي حتى ما خلصت، باقي ما طفت، بخرت كل البيت وهي باقي. كذا انا مره حبه اتخيل الحبه هذه باقي حتى ما خلصت، باقي ما طفت، بخرت كل البيت وهي باقي. كذا جايز اخيرا جت نوره، وين وقفه دائما كذا قلت لي برا وهم ما جاوا بس كذا.